نبقى في الرياضة، حيث تعرف الملاكم الأوكراني ألكسندر أوسيك على خصمه في نهائي المرتقب لدورة سلسلة السوبر للملاكمة، والذي سيقام في مدينة جدة السعودية. أوسيك سيواجه في نهاية الروسي مراد غاسييف، الذي تغلب في النصف النهائي الثاني على الكوبي يونير دورتيكوس بالضربة القاضية في الجولة الأخيرة. المباراة النهائية بين البطلين الأوكراني والروسي تجري في 11 مايو 2018 بمدينة جدة السعودية، وسيحصل الفائز خلالها على 4 أحزمة ولقب البطل المطلق، فيما حصل الأوكراني ألكسندر أوسيك لحد الآن على حزامين.